الأيام دي في هجمة شرسة على الإسلام، والشيخ العلامة الدكتور الفوزان أفتى فتوى، والحقيقة هي ما فتوى، هو قال حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود من رواية أبي هريرة وعند غير أبي داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة البدوي على ذي قرية. رواه أبو داود ورواه غيره، وصحه الألباني رحمه الله تعالى، وصححه جمع من العلماء. ده واحد. الجماعة العلمانيين والأخوان المسلمين قالوا: كيف دي عنصرية؟ كيف لا تجوز شهادة البدوي على ذي قرية؟ وقالوا: كيف دي عنصرية من الشيخ ده إلى آخره، وألفوا بها شعر وبقوا يضحكوا. النقطة الأولى في الرد على هؤلاء السفهاء، أول حاجة ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كلام الشيخ الفوزان أو أي عالم من العلماء الأجلاء، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالبعترض على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو معترض على الله، وربنا قال على الناس اللي ما بيقبلوا كلام الرسول وحكمه نفى عنهم الإيمان، وأقسم الله بنفسه على نفي الإيمان عن هؤلاء الذين لا يحكمون رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يقبلونه، فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وربنا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمري، أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. دي أول نقطة تعرفها. حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: تؤمن به، ما تعتقد كلام الناس اللي بيكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. دي واحد. اثنين، الحديث معناته شنو؟ الحديث ما فيه طعن في أهل البادية أصلا. خلاصة ما في الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شهادة البدوي ما بتجوز على صاحب القرية. صاحب القرية ده يعني صاحب المدينة. ليه؟ العلماء عرفوا البدوي، حتعرف ليه لما تعرف التعريف. العلماء قالوا البدوي هو كل من سكن البادية في الخيام والأضربة في الخيام والمضارب، وهو الذي يتنقل ولا يجلس في مكان واحد. طيب نرجع للحديث بعد ما عرفنا التعريف. الحديث بيتكلم عن الشهادة، شهادة في الأموال، في الدماء، في الأعراض. قال لك ما يجوز الزول صاحب المدينة يجيب شاهد من أصحاب البادية. ليه؟ لأنه تعريف صاحب البادية في التعريف قال لك البسكن البادية بعيد وما بيركز في مكان واحد، بينتقل، لأنه في الغالب بيكون صاحب إبل أو صاحب بقر أو صاحب غنم إلى غير ذلك. طيب أنت احتجت له في الشهادة، والمحكمة يوم 27/5 الساعة 8 صباحا، والزول ده سرح بإبل ومرك، اتورطت ولا ما اتورطت؟ اتورطت ولا ما اتورطت؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجوز شهادة البدوي على ذي قرية. قالوا ده السبب الأول، ده ورطة لك أنت، ده واحد. ورطة للبدوي ذاته. ليه؟ لأنه ربنا قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. العلماء قالوا معنى الآية دي إنه الشاهد لو ناديته وأبى يجي ارتكب محرم عظيم جدا. طيب ربنا يعلم ثم الناس يعلمون إنه صاحب البادية ما بيقعد في مكان واحد، بدليل إنه بيعمل خيمة. أنت قايله عامل خيمة لأنه ما عنده قروش؟ تلقى زول في البادية موقف بوكسي أبو الكبين آخر موديل 2019، لكن بيته خيمة، صح ولا ما صح؟ خيمة، مش لأنه ما عنده قروش، هو ذكي، لأنه هو ما مستوطن في الحتة دي
الرعي بسوقه والبهائم بسوقه يمشي محل الماء ومحل الكلع ومحل العشب يرتحل. قال إذا ناديته وأبى يجيك بيكون في ذنب على البدوي. فكون الرسول يقول لا البدوي ما يشهد على ذي قرية فيها خير للبدوي ذاته، لأنه لو ما جاء للشهادة يكون خالف الآية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. السبب الثالث العلماء قالوا لأنه الأعراب أصحاب البوادي غالبا علمهم الديني بيكون قليل، وده الحكم على الغالب مش كلهم، علمهم بيكون شنو يا جماعة قليل. ليه؟ لأنه ناس مشغولين بالرعي، مشغولين مع الإبل، مشغولين مع البقر، مع البهائم، ما بيكونوا فاضين في الغالب إنهم يجلسوا للعلماء. وما في علماء ذاته بيكونوا جالسين في البادية في الغالب أصلا، عشان كده علمهم بيكون قليل. عشان كده الآية اللي استدل بها الشيخ الفوزان الصفهاء من العلمانيين والإخوان المسلمين والصوفية في مو غلط، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. قالوا معناته كفرت الأعراب أهل البادية. الله ما قال الأعراب أهل البادية كفار، قال أشد كفرا. ليه ما قال كفار؟ لأنه الآية ما بتتكلم عن الأعراب أهل البادية المسلمين، إنما بتتكلم عن الأعراب أهل البادية الكفار الفيهم، مش المسلمين الفيهم. الكفار في أهل البادية ديل أشد كفر من الكفار في أهل المدينة، مش معناته أهل البادية كفار كلهم. طيب ليه كفار أهل البادية بس أكفر من كفار أهل المدينة؟ ليه؟ لأنه بعيدين من العلم وبعيدين من الوحي وبعيدين من التعليم الديني ومن العلماء ومن القرآن ومن السنة. عشان كده ربنا أشار للمعنى ده في نفس الآية، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ليه ما يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله؟ لأنهم ما فاضين. والآن الكلام ده عندنا في أهل البادية ولا ما موجود؟ دي حقيقة مش شتيمة فيهم، لأنه ربنا يعلم عباده، يعلم الحاصل على عباده ولا ما يعلم؟ يعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو خلقهم ما يعلمون كيف. عشان كده ربنا عشان يوريك إنه دي معلومة وهو يعلمهم ختم الآية نفسها قال والله شنو؟ عليم، عليم بحال عبادي، حكيم. وده فيه حس لأهل البادية إنهم يتعلموا العلم الديني، مش فيه شتيمة اليوم زي ما قالوا العلمانيين وشتموا به الشيخ العلامة الفوزان. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.